ورجعنا لحضراتكم تاني وفقرة الصحافة، الدنيا فيها ايه، نتجول في صحف واخبار النهاردة. لكن في البداية اسمحوا لي ارحب بضيفتي اللي بتشرفني، الاستاذة مريان جرجس الكاتبة الصحفية. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ اسحاق، واهلا بكل السادة المشاهدين. اهلا بيكي. نبتدي جولتنا الاخبارية من جريدة اليوم السابع، وعلى صفحتها الاولى الخبر بيقول: الرئيس يحدد خارطة طريق التكامل بين القارتين امام منتدى فيينا، السيسي لسان افريقيا في قلب أوروبا. بالتأكيد زيارة مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فيينا، وحضور مؤتمر بيجمع ما بين قادة أفريقيا وأوروبا، ويعني التركيز على بعض النقاط، منها أهمية التعاون ما بين صحيح. القارة الأفريقية وأوروبا، وماذا يريد، ماذا تريد أفريقيا من أوروبا، وماذا تريد أوروبا من أفريقيا. شفنا استقبال حافل لرئيس السيسي في فيينا، ويمكن بعد قليل يبقى معنا مداخله من فيينا. بتشوف ازاي اهميه هذه الزياره اللي بتستمر لمده 4 ايام، اعتقد الرئيس يرجع النهارده، اهميه هذا المنتدى واهميه هذه الزياره. هو بالفعل زي ما حضرتك قلت، هو تقريبا خلاص امبارح كان تم الفعاليات الختاميه للمنتدى، وهو منتدى رفيع المستوى. خلينا بس نوضح يعني ايه منتدى رفيع المستوى. يعني مش كل دول إفريقيا كانت مشاركة في هذا المنتدى، ولكن ده كان في بعض الدول الإفريقية مع زي ما شفنا المستشار سيباستيان كروتس اللي هو كان قائم رئيس وزراء، وهو يعتبر أصغر رئيس وزراء في العالم. 32 هو 32 سنة بالضبط، وهو ده أصغر رئيس وزراء في العالم. كمان لمن لا يعرف، يعني هو أنا كنت قابلته من 2005 سنين، كان وزير خارجية، بالظبط كان وزير خارجية، كان وزير أصغر خارجية، هو وزير خارجية سنة في العالم بالظبط. وبعد كده دلوقتي هو ايضا يشغل رئيس حزب الشعب النمساوي. طيب. خلينا كمان نقول ان ليه هذه القمه مهمه جدا بالنسبه لنا، لان احنا والنمسا بنشترك في رؤى موحده ما بيننا وما بين النمسا، منها قضيه الهجره الغير شرعيه، ودي يمكن اخذت حيز كبير من حديث الرئيس في المنتدى، وكمان كانوا بيتطرقوا للحلول حول ازاي ان احنا نقلل من الهجره الغير شرعيه. كمان كان في كلام حوالين الاقتصاد الرقمي والرقمنه، واكد السيد الرئيس على اهتمامه ورعايته بهذه المضمار. كمان قال ان في مصر عفوا احنا استضفنا من اكبر المعارض للتكنولوجيا المعلومات، وهي الاي سي تي. طبعا حضرتك عارف دلوقتي ان في ترند في العالم كله ان يحصل رقمنه للاقتصاد، ورقمنه للاقتصاد دي هتسهل لنا كتير وهتبقى من محفزات التنميه. طيب يعني ايه رقمنه الاقتصاد؟ يمكن تكون ترم شويه صعب. رقمنه الاقتصاد اللي هي بمعنى ان انا بحول كل حاجه سواء كانت صوره او كانت كلام الى مجموعه من النقاط المنفصله. مجموعة من النقاط المنفصلة دي خلينا نشبهها للسادة المشاهدين بتعبير أبسط من كده زي الباركود. الباركود بيبقى مجموعة من الخطوط بتميز لي أو بتديني information معين، هذه هي الرقمنة. الرقمنة دي بتسهل حاجات كتير، بتقلل الكلفة الاقتصادية لحاجات كتير. كمان خلينا نقول أن في 600 شركة نمساوية عندنا بتعمل استثمارات في مصر، ومن هنا جاءت أهمية القمة سواء تواجدنا إحنا أو سواء منتدى أفريقيا أوروبا. هو في تكملة للخبر من جريدة الوطن، الخبر بيقول: الرئيس واجهنا التطرف بالإصلاح وقطعنا شوطا ملموسا على طريق المجتمع الرقمي. هاخد بقى من الاخر للاول المجتمع الرقمي عشان تكمله لكلام حضرتك، ويمكن مصر مهتميه بده بالفتره اللي جايه، ومش بس في الاقتصاد لكن كمان في الجهاز الاداري للدوله طبعا. ومحاوله وجود التكنولوجيا كفاعل اساسي. فده تكمله لكلام حضرتك، لكن ماذا عن التطرف اللي اتكلم عليه الرئيس السيسي واللي واجهناه بالاصلاح؟ بتشوفي كيف تنظر دول أوروبا إلى مصر في ظل حوادث ربما كانت متكررة صحيح. بشكل كبير، ولكن نشكر ربنا أن هي بتقل يعني فترة من بعد فترة. عايز أقول حقيقة أنه من مصلحة أوروبا حاليا أن هي توقد الإرهاب بكل صوره، لأن ده بيمثل عبئا على الدول الأوروبية. يعني إحنا كنا بنقول أن بريطانيا كانت بتحتضن الإرهاب وبترعى الإرهاب، يمكن ده كان من سياسة أو من البوليسي بتاعت بعض من الدول الغربية أن هي يبقى في إرهاب في الشرق الأوسط، بحيث أن ده
يسهل لها انها تقدر تستولى على الثروات اللي موجوده في الشرق الاوسط مثل تركيا والعراق. ولكن بعد كده التبعات او التداعيات بتاعه الارهاب اللي احتضنته الدول الغربيه بدا ان هو يصب على هذه الدول، ومن هنا بدات ان في دول كثيره تتنبه، ويمكن منها النمسا كانت على راس هذه الدول بمناسبه هذه القمه. طبعا انه حضرتك شايف عدد الاسلاميين والمتطرفين في المانيا بيزيد يوم عن يوم قد ايه بسبب الثغرات الموجوده في القانون الدولي واحتضان المانيا لهذه اوروبا كلها يعني. لا، ولكن تاتي على راسها المانيا طبعا فيها اعداد كبيره بتصل الى يمكن مليون سلفي موجودين في المانيا، وعندنا فرنسا وعندنا كمان دلوقتي انجلترا. انا هستاذنك بس معايا اتصال تليفوني، معايا الاستاذ ميشيل دميان مراسل قناه سي تي في في النمسا. استاذ ميشيل اهلا بيك. أهلا بيك يا حائل. أستاذ ميشيل، لو تقول لنا يعني أصداء زيارة الرئيس السيسي إلى فيينا، ولو إحنا شفنا كده بعض الصور وبعض اللقطات من استقبال الجالية المصرية للرئيس السيسي في النمسا، ولو تكلمنا عن هذه الزيارة وعن أصداء هذه الزيارة في الصحف النمساوية. الحقيقه صباح الخير عليكم جميعا. زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للنمسا هي زياره ناجحه ومفرحه، يعني السيد الرئيس صب الاستقبال حافل، اظهر الجميع هنا في النمسا، يعني حتى الرسميين كانوا بيبصوا للزياره بمنتهى يعني بمنتهى الفرح والابتهاج. شاف ازاي الشعب المصري الموجود هنا في النمسا جه ازاي بكل الفرح استقبل السيد الرئيس، يعني استقبله المستشار النمسا ستاف تنكوس ورئيس الجمهوريه النمساوي فاندر بيرجن. ما شاف استقبال الرئيس ازاي الشعب جاي له في درجه حراره 2 تحت الصفر او 3 تحت الصفر. الناس كانوا بصراحه بيبصوا الموضوع بانبهار، لان شايفين ان في عفويه وتلقائيه وترحاب بالسيد الرئيس هنا في النمسا، مش بس من المصريين او العرب، كان حتى في نمساويين واجانب كتير كانوا موجودين في الاستقبال والترحيب بسياده الرئيس. سياده الرئيس عمل لقاءات جميله جدا وناجحه زي ما قلنا ومفرحه مع مستشار النمسا ورئيس البرلمان النمساوي وولفجانج سوبوتكا ومع الرئيس النمساوي. وصراحه هي يعني المقابله او المنتدى الاوروبي الافريقي هو منتدى رفيع المستوى شارك فيه سياده الرئيس، واظهر رياده مصر وسط القاره الافريقيه، وده واضح جدا من خلال استقبال المسؤولين ومن خلال المنتديات اللي هي تمت في هذا اللقاء. تمام، انا بشكرك جدا استاذ ميشيل دميان مراسل قناه سي تي في في النمسا، بشكرك جدا على تواصلك معنا. اخذ مع حضرتك خبر اخر من المصري اليوم، بيقول اعفاء واردات الكمبيوتر من رفع سعر الدولار الجمركي. طبعا احنا عارفين ان تم تحرير سعر الدولار الجمركي زي سعر السوق اللي هو تقريبا 18 جنيه، كان عند 16 جنيه ولا زال 16 جنيه للسلع الاساسيه، لكن الدوله اعتبرت ان اجهزه الكمبيوتر ايضا الأساسية. من السلع الاساسيه والمهمه. صحيح، ده كان قرار صائب جدا من السيد معالي الوزير السيد محمد معيط. ليه؟ احنا عايزين بس نوضح اهميه الموضوع ده. تحرير سعر الصرف الجمركي ده بيدي فرصه للتنافس ما بين المنتج المصري والمنتج الأوروبي، يعني لما يجي رجل أعمال يصمم ينتج مصنع فيه منتجات مصرية، هذه المنتجات لازم أن أنا أحميها ببريفليج أو بفايدة معينة، هذه الفايدة هي أن أنا بثبت سعر الدولار عند 16 جنيه، ودي تعتبر ميزة للمنتج المصري عشان يقدر ياخد فرصته في السوق المحلية. لكن لو أنا خليت الاثنين بنفس السعر، يعني المنتج اللي أنا بستورده من برا من عن طريق الواردات بتاعتي هو بنفس سعر الدولار، يعني ب 16 جنيه هو نفس سعر المنتج المحلي، يبقى انا كده بضعف المنتج المحلي جدا. فكون ان انا بدي بريفليج او بدي فايده زياده للمنتج المحلي، دي حاجه بتفيد الصناعه المحليه وبتحمي الصناعه المحليه، مش حاجه ضرر ولا حاجه الدوله بتحاول انها تتربح منها او انها تزود سعر الدولار على الواردات. بالنسبه للكمبيوتر ده بيجي متماشي يمكن مع الخبر اللي احنا استعرضناه مسبقا اللي هو تكنولوجيا المعلومات، لان الكمبيوتر طبعا وكل قطع التكنولوجيا والابلكيشن
الابلكيشنز وكل الحاجات الجديده اللي احنا عايزين نستعين بيها سواء في التعليم او سواء في الاقتصاد. اعتبرها السيد محمد معيد بمساعده رئيس الشعبه التكنولوجيا في الغرفه التجاريه ايه انها حاجه الزاميه او انها حاجه اساسيه من السلع الاساسيه في المجتمع المصري. تمام. انا معايا خبر ايضا من جريده الاخبار. الخبر بيقول ضروره العمل المشترك لوضع حلول فعاله للهجره غير الشرعيه والارهاب. ده كان اعتقد السيد وزير الداخليه اللي قال برضو هذا الكلام وقال كل الدعم والخبرات لافريقيا لمكافحه الهجره غير الشرعيه. موضوع الهجره غير الشرعيه ده موضوع كبير جدا بيتكلم فيه مصر طبعا وعندنا افريقيا عندنا اوروبا هي المعنيه بهذا الامر بشكل كبير جدا لان الناس بتروح وتموت في البحر سواء عن طريق ليبيا او عن طريق مصر. شوف ازاي كيف يتم القضاء على هذه المشكله. زي ما قلت لحضرتك يمكن ده مرتبط شويه بكلمه السيد الرئيس اللي دايما بياكد عليها في اي منتدى او في اي قمه انه احنا اي لاجئ في مصر لا نعتبره لاجئ ولا بيعيش في معسكرات. ويمكن احنا عندنا في مصر حوالي 5 مليون لاجئ بحكم موقع مصر الجغرافي ان هي بوابة افريقيا وعلى ساحل البحر المتوسط فكان بدورها ان هي تمنع كثير من قوارب الهلاك ان هي توصل لاوروبا. في نفس الوقت هي بتحافظ على حياه هؤلاء المهاجرين من اوطانهم ولكن في نفس الوقت هي بتخفف او بتساعد في المشاركه بتخفيف الاعباء على اوروبا لانه بيحصل كتير توافد من اللاجئين في البلاد الاوروبيه وهنا الدوله الاوروبيه بتقع في يعني ما بين نزاع ما بين طرفين ما بين حقوق الانسان وهمها دايما المعني بحقوق الانسان وان هي اللاجئين ليهم منظمات وليهم حقوق والشق الثاني ان هي برضو لو اعطت حقوق زياده للاجئين ده هينتقص من حقوق المواطن الاصلي. ويمكن ده حصل في كندا لما استقبلت حوالي 25 ألف لاجئ سوري. اللاجئين السوريين كانوا بيتمتعوا بحقوق وتامين ومزايا اكثر من المواطن الاصلي. انا عايز اقول لحضرتك بالاكثر بيعملوا ايه بقى العرب يعني عموما يعني والأفارقة كمان معانا بيروح البلد ولما ياخد إقامة ويستوطن فيها فليه على كل ولد أو كل طفل ده دعم بيروحوا يخلفوا بالسبعة تمانية والشخص يتجوز اثنين وتلاتة واربعة من أجل ان هو يجمع فلوس أكتر. المشكلة الأكبر ان يعني الإنسان العربي أو بعض الأفارقة غير منتج يعني هو عالة على الدولة فهو بالتأكيد لو هو نافع للدولة ما كانش هيبقى فيه مشكلة في الهجرة غير الشرعية بس المشكلة ان احنا بنروح كمان عالة على هذه الدول. صحيح لأنه مش بيسافر بطريقة قانونية هو بيعمل لجوء ديني أو لجوء سياسي وفي هذه الحالة فعلا بيتلقى دعم على كل طفل بيجيبه ويمكن بيبقى ليه انشورنس كامل في الصحة من هذه الحكومات وده بيبقى زي ما قلت لحضرتك ده بيمثل عبء على الدولة لأن هي ملزمة بشكل أو بآخر من ناحية إلزامها من ناحية الحقوق المنظمات حقوق الإنسان وفي الجانب الآخر بنلاقي نفس المواطن مش المواطن الأصلي للبلد مش بيتمتع بنفس الحقوق اللي خدها اللاجئ ومن هنا كانت الأهمية وده اللي خلى وجودنا في قمة منتدى أوروبا أفريقيا امبارح مهم جدا لأن مصر هي اللي هتمنع كثير من الهجرة الغير الشرعية. طبعا ده بيحصل إن احنا العرب بالذات بيروح عشان يغيروا عايزين يغيروا ثقافة الدول اللي هم رايحين لها يعني هو بيروح عايز بيكفر الناس اللي هم موجودين هناك عاوزهم يمشوا زي ما هو ماشي يعملوا زي ما هم بيعملوا السياسة يعني أنا دي كانت كلمات السيد الرئيس في منتدى شباب العالم لما قال أي لاجئ بيروح هو بيبقى مفروض أن هو يمشي حسب القوانين والقواعد ويحترم الثقافة اللي موجودة على أرض البلد اللي هو رايح ولكن ما يقدرش يفرض طبعا ثقافته. ويمكن خليني أقول لحضرتك ملاحظة جديرة بالذكر أنا بشوفها أنه باريس معظمها كانوا من المهاجرين واللي بيحصل في باريس دلوقتي الأمر أدى إلى بالضبط حصل في باريس لأن 80% من باريس أو عاصمة النور هو كلهم من العرب واللي حصل دلوقتي من تخريب ودمار إحنا مش بنقول بس إن العرب أو إن إحنا بس أهل التخريب أو الدمار ولكن حصل نوع من الصدام لأن هم توقعوا من الحكومة يمكن دعم أكثر أو يتعشموا في الحكومة الفرنسية أكثر ولكن خلينا برضو نقول إن فرنسا هي من تاني دولة عالميا كتصنيفها في فرض الضرائب بعد الدنمارك.
تمام. أنا معايا خبر آخر وخبر مهم لناس كتير. من جريدة الوطن بيقول إحالة رقيب الشرطة المتهم بقتل 2 أمام كنيسة المنيا إلى الجنايات. امبارح تم إحالة رقيب الشرطة المتهم بقتل 2 أمام كنيسة المنيا إلى الجنايات. النائب العام تفضل بإصدار قرار بالأمس بمحاكمة جنائية صحيح. عادلة وعاجلة بتهمة القتل العمد مع سبق الإسراء. طيب خلينا بس نقول حاجة، إن حكاية إن النيابة أو سيادة النائب العام المستشار نبيل صادق يوجه هذه التهمة، فدي معناها إن الإعدام هو هيكون إن شاء الله بالضبط، هيكون إعدام وما فيهوش نقض ولا طعن لهذا مرتكب الجريمة لأنها عن سبق الإصرار والترصد. طيب خلينا، أنا مش متأكد من الكلام اللي حضرتك بتقوليه، لأن كل قضايا الجنايات وخاصة قضايا القتل لابد أن يكون هناك نقد حتى صحيح. ولم لم يطلب المتهم، بس حتى لو كان في نقد أو في طعن لكن مش هيبقى في نتيجة. ليه؟ لأن أركان الجريمة تمام. موجودة تمام. احنا شفنا على الفيديو السلاح موجود وده ركن من أركان الجريمة، وشفنا كمان أنه ما كانش في تعدي بالضرب أو شجار بالكلام، ده كان أول ما بس ما الاثنين ضحايا أو الاثنين شهداء جم حصل موضوع القتل. فده اللي بيأكد أن هما دايما الناس الخبراء القانونيين بيقولوا أنه أركان الجريمة 3 وهي متوفرة هنا، سبق الإصرار والترصد والسلاح وعشان كده بقول لحضرتك حتى لو حصل نقد مش هيؤدي إلى حاجة، ولكن نتمنى طبعا أنه هتتم بشكل أسرع عاجلة يعني عشان نخلص يعني أيوة لأن بالزبط. الأمور دي بتخلي الناس تتأذى نفسيا، أن أنا حق مش واخده، وأسر الشهداء بيبقوا جواهم نار يمكن بتبرد شوية لما الدولة تاخد حقهم صحيح. يعني فبنحيي النائب العام الحقيقة صحيح. خليني بس أقول لحضرتك أن دي الضريبة اللي احنا بندفعها كلنا على كافة المستويات في المجتمع عشان احنا بنحارب إرهاب فكري، مش بنحارب بس إرهاب عادي. الإرهاب العادي أو إرهاب المرتزقة ده أي حد ممكن يمسك سلاح وإن هو يرتكب جريمة، ولكن احنا بندفع ضريبة إن احنا بنغير فكر وبنغير إرهاب قائم على عقيدة، ويمكن ده رأي بيشترك فيه معانا كل المثقفين والتنويريين اللي هم عارفين إن احنا بندفع ضريبة دلوقتي، والدولة كمان يعني ده لا ينتقص أبدا. إرهاب قائم على عقيدة الإرهاب نفسه يعني طبعا. أفكار عشية موجودة احنا مستوردينها من بره، عشان كده دايما نقول ان الارهابي مش بس بتوع سينا اللي مستخبين زي الفران في الجبال، لكن ما هو الارهابي اللي النهاردة بيقف يقول لك الكنيسة دي مبنية بدون ترخيص وهو ملوش دعوة، ما هو ده نوع من الارهاب. خليني اقول لحضرتك برضو اللي يقول لك الكنيسة دي تتقفل، ما هو ده ارهابي. اللي يقول لك ان المسيح مش في الشارع او نهجره او نعمله، ما ده ارهابي. بس برضو ايضا اللي في سينا مش ارهاب فقط، ولكن هو ارهاب مبني على فكرة وعقيدة. يمكن حاجة بتشوف البيانات القوات المسلحة لما بيجي يلاقي في الكمين بتاع الارهابيين بيلاقي ان في كتب، الكتب دي بيبقى فيها معتقدات بيتم ان هو بيغسل دماغ الارهابي وازاي بيعرف يجنده، لان الانتحاري يعني كثير من الناس في الميديا بيتناولوا هذا الموضوع بيقولوا لا اصل الانتحاري بيعمل كده عشان مبلغ معين من المال. بالظبط، فاحنا بنقول رد بسيط بالمنطق ده، طب انتحاري هيعمل ايه بالفلوس حتى لو لأسرته، ولكن هو بيستميت وان هو بيتجرأ على ذاته وبيأذي ذاته عشان في عقيدة وفكر هو بيحارب عنها صحيح. فعشان كده بنقول ان دي ضريبة بسيطة احنا بندفعها واحنا راضيين لان احنا عارفين ان مكانهم افضل طبعا. معايا بس نتمنى الا ندفعها، يعني مش انا مش مع فكرة ان احنا نموت عشان نروح السماء ونتقتل يعني فكر لا التلذذ بالألم ده مش حاجة كويسة يعني ابدا يعني لا طبعا مش معايا خبر، ولكن احنا بنقول الجزء المضيء في الموضوع تمام. انا معايا خبر اخر من جريدة الوطن. الخبر بيقول السودان زيارة البشير الى سوريا، تحرك وطني لجمع الصف العربي، الجماعة العربية تدين انتهاك تركيا لسيادة العراق. الحقيقة ده في شقين، الشق الأولاني زيارة مفاجئة وكانت لقت يعني صدى كبير جدا من وسائل الإعلام العالمية، زيارة الرئيس السوداني إلى بشار الأسد في سوريا. رأي حضرتك في هذه الزيارة؟ طيب خليني نقول بس التصريحات اللي جاءت على لسان نائب رئيس عمر البشير في السودان، وهو قال يمكن هو اسمه فيصل إبراهيم، هو قال إنه هذه الزيارة جاءت من منبع السودان يعني من
منبع الرأي بتاع الحكومة السودانية أو الإدارة السودانية. طيب ليه تمت هذه الزيارة؟ هي أولا كانت زيارة مفاجأة وكانت مغلقة، يعني ما كانش حد عارف بالضبط إيه اللي بيتقال في الاجتماع أو ما بين الرئيسين، ولكن هذه الزيارة جاءت لتوحيد الصف العربي كما قال نائب السيد الرئيس السوداني، على أمل أنه يرجع تاني الصف العربي ما بين الدول العربية. بنشوف هنا في يمكن خط بيربط ما بين جميع الأحداث كلها، شفنا قبل كده في إفريقيا المصالحة ما بين إثيوبيا وإريتريا، شفنا توحيد في الدول العربية، ويمكن ده تلبية لنداء مصر في حاجات كتيرة أن احنا نبدأ نحل الخلافات. بعد حل الزيارة قال أن دي كانت بواعز من روسيا. يعني فرأي حضرتك في أصل دي إرهاصات ما نقدرش أن احنا نجزم بيها، خصوصا أن النائب الرئيس نفسه السوداني قال لأ أن دي كانت من نابع القرار السوداني وليس من إملاء من أي دولة تانية. ولكن برضو الوضع في سوريا لازال معقد جدا، وده اللي بيدينا برضو درس أن احنا نتعلم قد إيه أن احنا نقبل الاختلاف ونحاول نعيش مع الاختلاف، لأنه السبب في سقوط سوريا الأساسي هو الشقاق اللي حصل في الجيش الوطني السوري ما بين الطوائف المختلفة، سواء دروز أو علويين أو سنة أو شيعة، لأن الجيش كله الوطني هناك على مختلف الطوائف حصل ما بينه نزاعات وشقاق عقائدي، وهو ده اللي حصل، تفرعت منه فصائل كثيرة من المعارضة المسلحة، وما بقاش الجيش الوطني هو بيحمي سوريا، ومن هنا وقعت سوريا. وعشان كده احنا عايزين نتعلم انه دايما بالذات في المؤسسات الأمنية محتاجين انها تبقى خالية تماما من اي عرق او دين او اي تمييز اي فكري، يعني طبعا هي بتكون مرآة لكل الوطن، ولكن في نفس الوقت ما تكونش متحيزة لأي عرق أو دين. طبعا الناس بقت عارفة أكتر مننا حروب الجيل الرابع اللي هو أنت بتيجي بتفتت المجتمع على أساس طائفي أو أساس ديني. يمكن الرئيس السيسي أشار ليها قبل زيارته للنمسا بساعات قليلة في يعني لما كان زار الكلية الحربية، لابد من تدريس الطلاب كيف تهدم الدول. فدي عامل أساسي من أحد الطرق طبعا، ولكن في طرق كثيرة منها الشائعات منها طبعًا. الحروب النفسية طبعًا. ولكن هي أكتر وتر بيقدر يلعب عليه كويس عشان يهدم الدول هي التمييز العنصري، لأن إحنا كشرق وسطيين احنا عاطفيين جدا من ناحيه الدين صحيح. ومن ناحيه التمييز احنا ما عندناش اعراق زي افريقيا، ولكن لما بنيجي عند الحته الدينيه بيبقى سهل قوي ان حد يقدر يستثير صحيح. العنف ما بين الجانبين. تمام. واخيرا بيقول الجامعه العربيه تدين انتهاك تركيا لسياده العراق. تركيا الحقيقه بتنتهك سياده العراق وسياده سوريا صحيح. هي مش انا مش شايفه ان هو خبر جديد، ولكن تركيا دائما هي تجور على حق الغير، وكمان مش فقط بس العراق وشمال العراق، ولكن أيضا سوريا زي ما حضرتك قلت، وكمان حتى في ترسيم الحدود المائية. احنا لما جينا عملنا ترسيم للحدود المائية مع قبرص واليونان، هي بدأت ان هي تجور على اليونان في ترسيم الحدود المائية، وطبعا ده النزاع على الغاز، لأن كل البحر المتوسط فيه حقول غاز كثيرة وطبعا مثمرة، وبتبقى هيبقى ليها صناعات كثيرة زي ما احنا كمان هنصدر الغاز، وده خبر كويس بالمناسبة، ولكن مش مرتبط بالمناسبة الغاز والبحر المتوسط. مع العربدة التركية كانت شغالة ضد قبرص بشكل كبير جدا، وهي لازالت تحتل جزء كبير من شمال اليونان. طبعا ده غير فكرة الاحتلال، ما هي عايزة كمان تسيطر على منطقة البحر المتوسط طبعاً. ولا تعترف بالحدود المائية ما بين مصر واليونان وقبرص، وكمان ده الاتفاقية أصلا موضوع في الأمم المتحدة بالزبط. لكن هي لا تعترف وتمارس عربدتها ضد قبرص في المنطقة. صحيح، هي لا تعترف بأي قوانين، خصوصا في الفترة الأخيرة لما حيك شفت رجب طيب أردوغان في فترته الثانية الرئاسية اللي هو انتخب فيه، أعطى لنفسه صلاحيات مطلقة. يعني أنا بعتبر تركيا دلوقتي هي أصبحت دولة الرجل الواحد، لأن ما بقاش في برلمان، ما بقاش في معارضة، حتى المعارضة مش صلاحيات رئيس، ده صلاحيات إله يعني. هي صلاحيات مطلقة تماما، هي دولة الرجل الواحد، حتى يمكن نسيبه كمان بيشاركوا في هذه الصلاحيات، ولكن هي خلاص أنا لا أعتبر الدولة دايما قائمة على فكرة أن في مؤسسات، ما بقاش في مؤسسات في تركيا، فطبيعي نتوقع منها أن هي تجور على أي قوانين دولية بما أنها حطمت القوانين الداخلية بتاعتها. تمام. أنا بشكرك جدا أستاذة موريان جرجس الكاتبة الصحفية، نورتينا، وبشكر حضرتك على تحليلك القيم لأخبارنا. مرسي يا فندم، شرف لي. ولسه معاكم مشاهدينا، ولسه معانا فقرات أخرى في صباح النور، لكن بعد الفاصل.